السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيفا. يا هلا مرحبا فيكم من جديد بحلقة جديدة من ألعاب جنتكم. طبعا رجعت لكم هالمرة مع لعبات ليتل نايت ميرز. اللعبة حدها جديدة، توها طالعة من الفرن اليوم نزلت اللعبة. ثنائية الأبعاد على شي رعب غموض، فيها ألغاز، مدتها تقريبا ساعتين، فاللعبة مو وايد طويلة. طبعا باركولي الحمد لله خلصت مشروع التخرج عشان شي الحين أقدر ألعب براحتي مرة أخرى. يلا نبدأ. اتمنى انا ما يكون في شيء جمب سكيرز للشيء نطفل واي، اكثر شيء خضعني. اوكي بدنا نلعب. الصراحة شوي خفت من هاللي في البداية، حسيت يمكن صارخ ولا سوي شي شي. شيارت زين، اقدر اركض، اعوج الاشياء او اني اركض واتزحلق. انط، اقدر اول. ما هذا الصوت؟ ليش احنا كنا راكدين في الشنطة؟ خلنا نسبح. المهم المرة اللي كانت واقفة في البداية كانت لابسة كيمونو. بصير اسحب هالاشياء. طبعا لعبة شي استالها الغاز و شنو جامع كلمات فخ افخاخ فخوخ. يصير ولا يصير. اوكي لين ادخل. لازم اقعد. تقول ولا تخلص؟ دخليتها مبلع فترة طويلة، ما بيعقب اتوهق. عبالي يصير فوق، يمكن يصير. تقول يسوي حركات نينجا. اوكي لا. الجرافيكس حلو لحد الحين يعني. قعد او قدي. تقول هاي ولد ولا بنت؟ انا صغير ولا المكان كبير؟ شو وضع الاحجام بالضبط؟ يصير ابطل الشيء. يمكن ما يصير. ما قاعد ابطل. شنو هالشيء اللي هناك؟ ما ادري ايش لازم اسوي فيه. اوكي زجاج ادوس عليه. اوكي انا صغير، انا عمي شو الكرسي. اوه
اوه ليش مثلا اطلب داخل؟ واعف الشيء اللي داخل يا بس ما ادري شنو هو. اوكي ما يصير ادزه، بس انا خرجت تحت السرير. تقوم في حد بيعي؟ لا. اوكي احتاج شيء. حم ظنيتني لازم اركب على شيء. في حال حاول ينشنق، اقصد يشنق روحه ينشنق. في رسالة؟ لا ما بتاخذ الرسالة. اوكي رسالة الانتحار. بسم الله البافعين. الكرسي وايد مزعج. هاي مروحة مو بشي يخرع وايد. يا تقون هاي الشيء الأسود أصلا شيء من وحش. أوكي في حد كان يعاني؟ في شيء ثاني صغير. لا لحظة. ثلاجة وايد مزعجة. اوكي ما شايفني. يبي لي شوية اتعلم عن التحكم، ما ادري ايش مقدر احفظ الزر اللي يقعد. كان صديقنا الصغير. هلا. أعلمه؟ لا تلحقني أخاف تموت. أنا آسف. تقدر تي فوق؟ لا شنك تكران. ياي ركب من صدق. تعال فوق شو شنو يا ولد. ما شلون بس ركبته فوق. اركعب ياي. اوكي خليك فوق. شوف اذا ما تميت فوق بحطك في الهاي الشعلة مع الفنر ما شو اسمه. اذا تميت ضغط اكس تتحكم او ايه بهالحالة تقدر تتحكم في قوة القطة. تقول احرقه عقب اقطع على الهاي. انا اسف بس بجرب اسوي شيء مو بزين فيك. لا مو بهاي الهدف. قطة بسيطة مسكين رقعت. زين ياي تنفعل. انت ادب ما تم تنط كل شوي.
اوبس. ياي اوكي. تلقون لازم افجر هاي مال الغاز. ما اعرف لازم اسوي. يمكن بقدر احرقه وافلعه على مال الغاز اخليه ينفقع. مش كده صح، ما ادري اذا لازم افجره ولا لا. لحظة، هل المادة تشتعل؟ لا راح. يا الهي ما بيحترق. خلنا نرجع. انا هو كان في الثلاجة لما انا بطلت الثلاجة. هو كان في الثلاجة؟ مش كان، ما ادري وين طلع فجأة. كيف اسحب شيء ولا؟ Seriously؟ ليش في جوتي في الثلاجة؟ يمكن صار ليش كذا ولا بس. دام وصلنا ما صدق انها كانت الثلاجة داري. يا عبالي صير احرقها. فيل. انزين اوكي. الدودة خطرة. يا ايش كثر دود. غريبة ما طاحة. روجر رايد على الآب. لا اوكي. مسكين في لعبة الخشبة. اوكي تشيك بوينت. صديقنا تعال. يا دا زين اوكي. ما لا تعب توقعت بعيدون لي من اوكي اوكي. وين اروح؟ لا سحقا ترى جد ما ادري لازم اروح. هل في شيء لازم افرش شيء اقدر اتسلق عليه؟ هل هي اللعبة شي ولا انا طحت في مكان غلط؟
ما صدق ان هاي الحل، اني كان لازم ادز الباب. اوكي اللعبة فيها اوه هي اوه لا ما كنت ادري انه يسمونه اني بطيح. اوه لا اوه زين ابتعد عني. اه دفيه ما في شيء، خلنا نركب فوق. اوه صرقعني. عشان انطب. اه تعال انا صديقك، اقصد يعني بشيلك بفلعك كمرة، بس انا طيب صدقني نواياي حسنة. صوت الهواء هي عجيب. اوكي هني في باب نقدر نسوي شي في الباب؟ لا لا. وين راح؟ شلون اقدر اشوف في الظلام؟ انا عندي ولاعة وبعد ما اشوف عدل. اول شي نسويه واخيرا ضوء الشمس. لا ما تستحي عليها كان صح. اه ما ادري شو لازم اسوي. اوه هاي الباء. اوكي 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 انا عبالي هي ضوء الشمس. عبالي تحت فتحة في السك. اركض. اوكي ها صدق توقعت اني بدخل النفق ولا شيء. واو اوكي اللعبة فيها اشياء. في مخلوقات. شعلة. ياي صار لنا تشيك بوينت. هلاو من في المطبخ. مين عم يطبخ؟ او في فار تقول له رحت لبي يذبحني. اح في شي شوط بفلع عليه الفايل. المفروض يحترق. أحا الباب. تان 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 تان. خلنا نسحب كرتون الفايل يمكن يصير أوقف عليه. ليش مش كثر؟ هاي ملحظ جماعي. يا شو هالقرف. بسرعة بسرعة. سيريسلي قاعد تهدد فاين. لا
الذي يحصل. اوبس سرعة عتله. قلت عدله وكسر الدنيا. اوكي وين السويتش؟ اعتقد هناك الطوفة. اتوقع اني يمكن كنت احتاج القطار في شيء. شنو الفايدة اني ارجع هني؟ اظن اني فهمت. اجري اجري بسرعة. ما ادري عاد بيمديني ولا لا. يعني ليش فتحت الباب حاطين فيها حدايد مكهربين؟ بسرعة بطل الباب. لا لا المكان بارد على طفى ثلج. أنا قاعد يتهيالي وأشوف أشياء. هاي دعت الطوفة. أوكي في أشياء ممكن تذبحني من السك. شنو هاي؟ مساكين يا هال العين يبستهم. بسم الله الصوت يخرع. شنو هالمكان؟ شنو هالمكان؟ صديقي محبوس في قفص. اوكي لازم نروح نساعده. أو لحظة شعلة قصد فنر. ليش كذا اسميهم شعلة؟ لا تع انا جاي اساعدك. اصلا ما كان محبوس. غرفة مسكرة عشان تقدر تدفى في النار. اوه قاعد طالع. ما ادري ايش يصير لما المهم. تلقون اخذ قوة ولا شيء؟ يمكن هاي واحد من اليهال. تنننن تنن. anyway. اوكي شكله هاي اخر حررنا صديقنا. ياي وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اتمنى انكم استمتعتوا معاي في لعبة Little Nightmares. اللعبة توها نازلة في ستيم سو تقدرون تشترونها حين. لعبة حلوة وشكلي بكملها. بس تذكرون بداية الفيديو يوم قلت انه يمكن لعبة تكون مدتها 4 ساعات ما ادري ساعتين. شكلي انا باخذ فيها السنة. لانه ما اقدر استوعب ايش لازم اسوي بسهوله.
anyway, أتمنى أنكم استمتعتوا. قولي إيش رأيكم تحت في التعليقات. إذا كنتم مشتركين القناة لا تنسون تضغطون على زر الجرس عشان يعطيكم تنبيه متى ما نزلنا فيديو. وإذا ما شفتوا الفيديوهات السابقة شوفوهم، وتقدرون تتابعونا على تويتر على أكاونت العابجنتكم، أو ترياق البحور عندها أكاونتها الخاص تقدرون تتابعونها هي بعد. أتمنى أنكم استمتعتم معي، وإلى اللقاء.